لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطور راية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. أهلا بكم الأخوة الأعزاء في المحاضرة رقم دي 14 يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين، أما بعد. النهاردة إن شاء الله هنكمل رحلتنا مع المودلز، المودلز وبتعبر عن إيه. النهاردة إن شاء الله هناخد الـ permission و prohibition. permission اللي هو التصريح أو الإذن، لما أجي أخد تصريح أو إذن من حد، أو لما أجي أسمح لحد بإيه إنه يعمل حاجة. prohibition لما أجي أمنع حد إنه يعمل حاجة. تحريم مو تصريح. بالظبط كده. Modals expressing past permission or perception. الصوت منخفض ولا الصوت واضح كده يا جماعة؟ هو الصوت منخفض عند الكل ولا تمام؟ يبقى بقى المشكلة عند حضراتكم يا أساتذة، اللي الصوت واضح. تمام، اوكي. يبقى المشكلة بقى اللي عندهم الصوت منخفض، المشكلة عندهم في النت او في الجهاز. permission prohibition، التحريم والتصريح. تمام، اول حاجة ناخد المودلز expressing past permission and past perception. المودلز اللي بستخدمها للتعبير عن التصريح في الماضي والتحريم برضه فين في الماضي. دي المحاضرة رقم 14. تمام، أول حاجة to express past permission and prohibition. ايه بقى الحاجات اللي بنستخدمها لما نيجي ندي او ان في حاجة اتصرح بها في الماضي او محرمة في الماضي. could. تمام، could ديت للتصريح في الماضي. عندي بقى was aware verb to be في الماضي ومعاه allowed to، ودي معناها مسموح بأن، كان مسموحا بأن. تمام، كان مصرح بأن. اوكي، ترو، صح كده. كان للمضارع، كود للماضي. تمام، او ممكن استخدم برضو was aware prohibited to. يعني ايه؟ كان محرم عليك أن في الماضي. was aware forbidden to كان ممنوع أن، ممنوع أن. تمام، وعندي كل ده could allowed to prohibited to forbidden to، بيجي بعدهم الفعل في المصدر، بيجي بعدهم الانفينيتيف الفعل في المصدر. عندي بقى برضو verb to be اللي هو was aware و banned of، ممنوع من أن، banned of أو محرم من، محروم من، banned of. دي بيجي بعدها الجيرند الفعل مضاف له ing. اوكي، allowed لوحدها كده معناها مسموح بأن، allowed to يسمح بأن. تمام، كل الفورم ديت are used
for permission، بنستخدمها للتصريح. تمام. للتحريم بقى بستخدم النيجاتيف، انا عندي could و was aware allowed to، دول بستخدمهم لما يبقوا مثبتين بستخدمهم للبرميشن تصريح، لما بنفيهم بيبقوا كده ايه تحريم. اما بقى prohibited to forbidden to والمصدر وعندي band of والفعل مضاف له ing، دول بستخدمهم للتحريم، بستخدمهم ايه للتحريم. اوكي يا جماعة. مثال we were allowed to park here، we were allowed to park here، كان مسموح لنا ان نركن هنا، كان مسموح لنا يعني الحاجة دي كانت مسموح لنا، كنا ايه التصريح في الماضي او اذن فين في الماضي. we could apply for a visa، we could apply for a visa، ممكن يعني ايه نقدم على او نطلب فيزا اللي هو ايه تصريح سفر. because of my parents past، بسبب ايه اوكي ماشي. فيزا اللي هي ايه التأشيرة اللي احنا بنسافر بيها. we could apply for a visa because of my parents past، بسبب ايه my parents past، ماضي والدي. تمام يا جماعة. يبقى we're allowed to و could لما بيبقوا مثبتين بستخدمهم للتصريح. تمام. لما يبقوا منفيين بقى تحريم، يبقى we're allowed to او was allowed to وكود مثبتين يبقى permission، حاجة مصرح بيها أو مسموح لنا بيها في الماضي. لما نفيهم بقى زي مثلا ايه we were not allowed to smoke، كان غير مسموح لنا بأن ندخن in the restaurant في المطعم. اوكي. we couldn't apply for a visa because of my parents past، كان نفيتها بقى بقت ايه غير مسموح لنا بأن او لن نستطيع ان. اوكي يا جماعة، في اي استفسار في السلايد ده؟ اوكي. تمام. past يعني ماضي، ماضي ماضي. past يعني ماضي. بنتكلم عن الماضي حاليا، حاجة كانت مصرحة لنا في الماضي، كان مسموح لنا بأن. اوكي يا جماعة، يبقى ده ايه الماضي، ده بقول ان كان في حاجة مسموح لنا ايه نعملها في الماضي. اوكي. نيجي بقى لإيه expressing possibility، expressing possibility. عندنا بقى models expressing past possibility اللي بيعبر بقى عن إيه الإمكانية أو حاجة ممكنة، لما أتكلم عن حاجة ممكنة بس في الماضي past possibility. أوكي.
في تحليل في المضارع هيبقى جاي في محاضرات في السلايد اللي جاي، والسلايد مش مترتب. التحليل في المضارع او الاذن في المضارع بستخدم كان، ومكان واز وير بتبقى ام او اذا وار. هو بسيط جدا يعني. اوكي، بخلي بس الكود بتبقى كان. كده تمام الصوت يا جماعة؟ تمام. بالنسبة للتحليل والتصريح في المضارع، هو أنا بستخدم مكان كود كان، وبدل بقى ما بقول was أو where بستخدم am أو is أو are. كده بقى مضارع am أو is أو are، بدل ما هي was أو where allowed to بتبقى is أو are. تمام، معناها مسموح لك بأن. اوكي، هي كانت بتعبر عن القدرة. نعم تمام. compare these two sentences. نخلي بالنا من الجملتين دول، نخلي بالنا من الجملتين دول في التعبير عن ال past possibility. أول جملة: We haven't heard from him for 10 years. لم نسمع أي أخبار عنه لمدة 10 سنوات. تمام؟ He may or might or could، أي واحدة من الثلاثة، may might could. بعد كده ال past ال perfect infinitive. perfect infinitive they have died. he was very carelessness or very careless when crossing the road. he might could have died. بص معايا في الجملة الأولى، الجملة الأولى اللي هي ايه؟ We haven't heard from him for 10 years. ما بنسمعش أي أخبار عنه لمدة 10 سنوات. He may have died أو he might have died أو he could have died. تمام؟ دي الجملة إيه الأولى. الجملة الأولى إيه؟ بتعبر عن uncertainty، عدم تأكيد، حاجة أنا مش متأكد منها. تمام؟ We don't know what happened to him. احنا مش عارفين ايه اللي حصل له، احنا ما بنسمعش عنه اخبار، صح؟ فمش عارفين ايه ممكن يكون ايه مات. اوكي، في الجملة الأولى ماشي. الجملة الأولى بقول إيه؟ he may have died، ربما يكون قد مات، ممكن يكون مات، إحنا مش متأكدين هنا. تمام، هنا بتعبر عن uncertainty، عدم تأكيد. we don't know what happened to him، مش عارفين إيه اللي حصل له. maybe ربما he died، يكون مات، ربما مش متأكد. تمام، يبقى هنا بتدل على عدم ايه؟ تأكيد. اوكي يا جماعة، نشوف الجملة التانية. He was very careless. He was very careless. هو كان مهمل جدا when crossing the road، عند عبوره للطريق. He might have died أو he could have died. تاني ايه؟ ربما يكون ايه؟ قد مات، ربما يكون قد مات. الجملة التانية بقى بتعبر عن ايه؟ the second sentences من المعنى بتاعها involves possibility، يتعلق بالإمكانية، ممكن يكون ايه؟ مات. it was possible for him to die، من الممكن ان هو يكون مات
But he didn't. هو ما ماتش. هو ايه؟ ما ماتش. انا بقول ممكن بس هو ايه؟ ما ماتش. لكن الجملة الأولى مش عارفين بقى ايه اللي حصل أصلا. مش عارفين ايه اللي حصل. يبقى الأولى عدم تأكيد. التانية بقول ممكن ان يكون الحاجة دي تمت. ماشي بس هي فعلا ما تمتش. اوكي جاي في الكلام اهوت note that in the meaning we can't use may plus perfect infinitive. ما نقدرش نستخدم perfect infinitive في الجملة الأولى كأستاذ منتصر. ما ينفعش استخدم الجملة الأولى فين؟ في الـ uncertainty. المصدر التام. اوكي as we see code and might. كما نرى بقى ايه code and might. استخدامات code و might. وبعدهم الـ past الـ perfect infinitive. تمام يعني بص يا استاذ محمد الجملة الأولى ممكن أستخدم may اللي احنا قلناها هنا ممكن أستخدم may أو might أو could في عالم التأكيد لكن في الإمكانية بقى ما استخدمش may اللي هي الجملة التانية لما أقول ممكن ما استخدمش may هستخدم إيه might و could. اوكي يا استاذ محمد الجملة الأولى عدم تأكيد ماشي وممكن استخدم may الجملة التانية بقى إمكانية possibility بقول ممكن بس الحاجة دي فعلا ما تمتش فما ينفعش استخدم may لأن may ديت نستخدمها لإيه؟ لعدم التأكيد. اوكي تمام as we see could and might نشوف بقى could و might معاهم ال perfect infinitive هو المصدر التام can express past certainty يستخدمهم عن ايه؟ لما اعبر عن past certainty تأكيد في الماضي or past possibility او امكانية في الماضي يبقى could و might نستخدمهم بقى فين؟ ومعاهم ال perfect infinitive could and might ومع بعضهم بقى ايه ال perfect infinitive can express past certainty ممكن استخدمهم في ايه past certainty تأكيد فين في الماضي or past possibility او عبر عن امكانية او حاجة ممكن تتعمل فين في الماضي ده بيعتمد على ايه بقى depending on the context بيعتمد بقى على سياق الكلام تمام معنى الكلام في الجملة تمام يبقى بيعتمد على ايه حسب معنى الجملة او حسب القصد اللي انا ايه بستخدمه yet in the sentences below نشوف بقى الجمل اللي تحت for example على سبيل المثال only one meaning is possible معنى واحد ايه بيدل على ايه الامكانية نشوف كده I could have caught the bus دي معناها بقى كان ممكن الحق الاتوبيس كان ممكن الحق ايه الاتوبيس if I had hurried لو كنت ايه اسرعت تمام كان ممكن الحاجة دي كانت ايه ممكنة في الماضي امكانية في الماضي كان ممكن الحق الاتوبيس if I had hurried لو كنت اسرعت شوف الجملة التانية if he hadn't been drunk
if he hadn't been drunk. لو ما كانش ايه، لو لم يكن ايه شرب، he might not have died. لكان ايه لم يمت، ما كانش هيموت. in the accident، في الحادثة دي بقى إمكانية برضه، حاجة كان ممكن تحصل، حاجة كان ممكن إيه تحصل. يبقى هنا تعبير عن إيه؟ إمكانية، بتعبر عن إمكانية. أوكي يا جماعة، دي بقى Models expressing present and future possibility. المودلز بقى اللي بتعبر عن ايه؟ ال present وال future possibility، الإمكانية في المضارع والمستقبل. تمام؟ In the case of present and future، في حالة بقى المضارع والمستقبل، the concept of possibility، فكرة بقى الإمكانية، فكرة الإمكانية is more or less the same as، بتبقى أكتر أو أقل أو ليها نفس ايه؟ that of certainty or uncertainty، بتبقى على قدر بقى التأكيد أو عدم التأكيد. هنقولها إن شاء الله، احنا ناقشناها تقريبا في models expressing past and future uncertainty، أو ممكن لسه هنناقشها، لسه ديت هتناقش ايه في محاضرة قدام، أو ممكن ناخدها النهاردة. أوكي يا جماعة، نيجي بقى لحاجة جديدة النهاردة. prediction، prediction، expectation، assumption. صوت الصوت كده واضح؟ تمام. prediction، expectation، assumption. prediction التنبؤ، expectation توقع، assumption افتراض، افتراض. اوكي، مفترض. تمام، يبقى هنتكلم بقى عن ايه؟ prediction التنبؤ، expectation التوقع، assumption الافتراض، لما اجي اتكلم عن فرضيات او تنبؤات او توقعات. تنبؤات، توقعات، افتراضات. اول حاجة models expressing past، prediction، expectation، assumption. علشان بقى نعبر عن الافتراض او التوقع او التنبؤ، بستخدم ايه؟ نفس ال auxiliary في حالة ايه؟ المضارع، يعني المضارع زي الماضي. to express past expectation، علشان نعبر عن past expectation، توقعات في الماضي and assumption، وافتراضات في الماضي. the same auxiliaries، نفس بقى ايه الافعال الناقصة are used in the case of، المستخدمة في in the case of present expectations، المستخدمة فين؟ في التوقعات في المضارع and assumption، والافتراضات برضو فين؟ في المضارع. مع ذلك يعني ايه، بالرغم من كده however the infinitives، بالرغم من ان بقى المصدر ايه that follow اللي بيتبعها are perfect infinitives، مع ان اللي بيجي معاها ايه ال perfect infinitives، هي بتعبر عن المضارع. طب نشوف مثال كده. I'm sure، انا متأكد. she knows everything،
أنا متأكد إن هي تعرف كل حاجة. The letter I sent، الخطاب الذي أرسلته لها، sent her، should have arrived yesterday. Should have arrived. Should have arrived يعني إيه بقى؟ لابد أنه وصل، أو يجب أنه إيه؟ قد وصل، لازم وصل. تمام؟ should have arrived yesterday. expectation توقع، توقع. لا استاذ رونالدو must الصوت رجع يا جماعة كده. تمام، معلش الشبكة بتقطع عندي. يبقى ده هنا ايه؟ توقع، متوقع ان الجواب ايه وصلها. تمام، the letter I sent here، الخطاب الذي ارسلته، should have arrived yesterday. تمام، يجب ان يكون ايه؟ وصل، متوقع. بقول ايه الجواب اللي انا بعته؟ لازم يكون ايه؟ وصل. هنا expectation، توقع. طب نشوف الجملة التانية بقى. You want to have heard the news. You want to have heard the news. هنا I don't suppose you have heard the news. انا ما بخمنش بقى ان انت ايه؟ سمعت الاخبار. لا اعتقد انك ايه؟ سمعت ايه؟ قد سمعت الاخبار. لا اعتقد انك ايه؟ قد ايه؟ تسمع اخبارا، يعني مش هتسمع اخبار. هنا برضو ده ايه؟ توقع. بقول له انت ايه؟ مش هتسمع، اعتقد ان انت مش هتكون ايه؟ سمعت اخبار اصلا. تمام، you will have met her before. هنا بأكده بقى ان ايه؟ you have met her before. انت بقى انا بقول له ايه؟ انت لازم قابلتها قبل كده، او لازم قابلته قبل كده. لما اقول لشخص انت لازم قابلت الشخص ده قبل كده، هنا بقى ايه؟ بأكد. او تأكيد افتراضي، يعني انا بكلمه بس بفترض حاجة. You will have met her before، لابد انك ايه؟ قابلته من قبل. I assume you have met her before. I assume you will have met her before. Okay. These last two sentences، آخر جملتين بقى، are not in the future perfect، مش في المستقبل التام اللي هو احنا خدناه. Although they contain the same shape، يعني هما بياخدوا نفس الفورم، الشكل. تمام؟ ليهم نفس الشكل، بس ده مش مستقبل تام، ده هنا افتراض. You will have met her before. هنا بقول انا ايه؟ بفترض ان انت قابلتها قبل كده، بفترض عليه افتراض، بقول له ايه؟ افتراض ان انت قابلتها قبل كده، او من المفترض انك قابلتها من قبل. اوكي يا جماعه، هنا ما بتعبرش عن مستقبل تام، ده هنا افتراض، بالرغم ان هي نفس شكل ايه؟ المستقبل التام. اوكي يا جماعه، models expressing present
and future prediction, expectation, assumption. نيجي بقى للتعبير بقى عن الافتراض والتوقع والتنبؤ في المضارع والمستقبل في نفس الوقت. اوكي، علشان نعبر بقى عن تنبؤ او توقع او افتراض بنستخدم بقى ايه بقى، زي ايه مثلا؟ The phone is ringing، لما التليفون بيرن. That will be for me، التليفون ده ممكن يكون ليا، بفترض ده will be for me. يبقى لما اتكلم عن افتراض في المضارع او في المستقبل. الجزء اللي فات انا ما لسه في بادئ، لسه بادئ حضرتك. The phone is ringing. في ديت the phone is ringing that will be for me، من ممكن يكون ليا، بفترض بقول الصوت ده ايه، التليفون ده ممكن يكون ليا. اوكي، حضرتك انا بعيد اهو، انا في الجملة دي. That will be for me. Okay. I think it will rain tomorrow. هنا بقول ايه؟ تنبؤ بقى. تنبؤ. I think. بتنبئ بقى. بقول اعتقد ان it will rain tomorrow. ستمطر غدا. It will rain tomorrow. ده ايه تنبؤ؟ بتنبأ ان هي ايه هتمطر بكرة. He should be at home by now. لابد هيجي البيت ايه دلوقتي. يجب انه يأتي الى المنزل الان، او من الواجب ان يأتي الى المنزل الان. ده expectation، توقع، نتوقع يعني. He ought to be at home by now. ماشي. اقول ايه، يجب انه يأتي الى المنزل الان. ده مجرد ايه، توقع، لازم يجي البيت دلوقتي، بتوقع حاجة. تمام يا جماعة، ده بالنسبة ليه التنبؤ في المضارع والتوقع في المضارع والافتراض في المضارع والمستقبل. تمام. نورمالي بقى في حاجة عادية بقى، the auxiliary of permission. الحاجات اللي بنستخدمها أو الأفعال اللي بنستخدمها في البرميشن في التصريح. possibility والإمكانية والwillingness الاستعداد، برضه بستخدمها للطلب، بستخدمها برضه ليه؟ للطلب. زي مثلا ايه، انا عندي كان لي بستخدمها للتصريح في المضارع. تمام، زي مثلا ايه، لما اقول لواحد ايه can I go now، ممكن امشي دلوقتي، بطلب منه ايه اذن او تصريح. برضه بستخدمها للطلب for request. فبقول لواحد can you lend me، ممكن تسلفني 10 اي أو 10 باوندز مثلا، 10 جنيه. استخدمها برضه إيه؟ في التصريح والطلب. Can I borrow؟ ممكن أستلف 10 باوندز، 10 جنيه. Can I borrow your book؟ ممكن أستلف كتابك. Could you tell me؟ ممكن تخبرني where the train station is؟ أين محطة القطار؟ تمام.
Could I have a cigarette? Could I have a cigarette? ممكن اخد سيجارة. تمام. Will you turn off your mobile phone please؟ بطلب منه ممكن تقفل التليفون لو سمحت. Borrow معناه يستعير، يستعير او يستلف. Would you carry me suitcase? Would you carry my sorry would you carry my suitcase؟ ممكن تساعدني في حمل الحقائب. يبقى نفس الحاجات اللي بستخدمها في التصريح او الاذن بستخدمها برضو ايه في الطلب، بستخدمها في الطلب. اوكي يا جماعة، بره معناها يستعير. يبقى زي ما قلنا ان التعبيرات اللي بستخدمها في الـ permission الاذن والتصريح هي برضو اللي بستخدمها في الطلب، can و could و will و would. اوكي يا جماعة، هي نفسها اللي بستخدمها هنا، هي هنا نفسها بالظبط. اوكي عندي بقى may I أو might. may I أو might. اوكي برضه تبع ايه الاذن، وبرضه تبع الطلب، بيستخدمها في الاذن او في الطلب. زي مثلا ايه may أو might. may I أو might I beg your majesty، اتوسل your majesty سيادتك او عظمتك. تمام. not to execute my wife. not to execute my wife. تمام. انك إيه؟ لا تعدم زوجتي. execute يعني يعدم او ينفذ حكم الاعدام. execute execute my wife يعني تعدم ايه زوجتي، أو تنفذ حكم الإعدام في زوجتي. هنا بطلب منه طلب أو بترجاه. As we go down the list above the request become more formal not belong to colloquial or everyday speech official. I demand that Mr. Smith call the person on whom the comet has decided and be like. يعني might هنا بستخدمها لإيه؟ للفورمال لانجوج. فورمال لانجوج اللي هو more polite. more polite. تمام يا جماعة؟ نيجي بقى لموضوع مهم جدا تاني اللي هو suggestion، الاقتراح. تمام؟ ممكن طيب استاذنكم ناخد ال suggestion بعد البريك. اوكي قبل ما ناخد البريك، كلمة big بي اي جي معناها يتوسل الى. انا هسيب الصفحة. اوكي سلام بقى عن suggestions الاقتراحات. لما اجي بقى يكون عندي فكرة جديدة وعايز اعرضها على اصحابي، اقتراح مجرد فكرة كده بعرضها او بقترح اقتراح suggestions، بستخدم ايه؟ بستخدم models و semi models. اول حاجة المودلز زي could و shall وشو بس بعد مش واضح suggestions. تمام. بستخدم مثلا we could go and have a beer somewhere downtown. يمكننا ان نذهب ونتناول مشروبات محلية في مكان ما في وسط المدينة. we could go and have lunch in a restaurant مثلا. يمكننا ان نذهب ونتناول الغذاء في مطعم. we could go to the cinema. we could go to the cinema. We could play football. We could play
تشيس، we could play chess، كنا نلعب ايه شطرنج. اوكي يبقى بستخدم we could، وبعد كده الفيرب في الانفينيتيف مصدر الفعل اللي هو السمبل انفينيتيف المصدر البسيط. let's، let's معناها هيا بنا، let's هيا بنا، وبرضه بيجي بعدها الفعل في المصدر، بيجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر. let's dance هي يعني نرقص. let's play tennis، let's play tennis. اوكي هيا بنا نلعب ايه تنس. let's go to the zoo. في بقى let me help you، let me help you اسمح لي ان اساعدك او دعني اساعدك، let me help you دعني اساعدك. shall we throw a party sometime the next week، هل لنا ان نقيم حفلة الاسبوع القادم. shall we go to the cinema، shall we go to the cinema، shall we watch TV. اوكي نستخدم shall we والانفينيتيف برضه simple infinitive. shouldn't we، shouldn't we الا يجب علينا ان، الا يجب علينا ان have a pizza instead، مش ناخد مثلا بيتزا افضل. اوكي يا جماعه يبقى دي الحاجات اللي بيجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر، نستخدمها للاقتراح. في اي اسئله؟ اوكي في برضه بعض صيغ الاستفهام، صيغ الاستفهام زي why don't we، بيجي بعدها الفعل فين؟ simple infinitive المصدر البسيط why don't we. why don't we go to the cinema، why don't we go to the cinema. في بقى what about او how about، what about او how about بيجي بعدها الفيرب في الجيرند نضاف له ing. اوكي طيب هو بسبب مشكلة النت النهارده يا جماعة أنا هستأذنكم، أنا غيرت السلايد وهنكمل المحاضرة الجاية بعد إذنكم لأن النت عندي ضعيف جدا هيقطع. اوكي تمام يا جماعة عشان مشكلة النت، بس عشان مشكلتي النت الاقتراح. اوكي انا هشرح الاقتراح تاني، الاقتراح هشرحه مرة تانية بعد كده هنكمل ايه المحاضرات اللي جاية لان مشكلة النت هنا تتعبني هنا. هرجع للاقتراح كمان. عندي بقى suggestions الاقتراح ان انا بقدم فكرة، بقى عندي فكرة بعرضها على ايه اصحابي، مجرد ايه اقتراح. بستخدم المودلز والسيمي مودلز. اوكي المودلز بستخدمها اللي هي could وشال وشادنت. المشكلة أنا بقول المشكلة في النت والله، مشكلة عندي نت ضعيف. كده اوكي السلايد موجود ولا suggestions اقتراحات. تمام بستخدم ده في الاقتراحات could
واخد معاها we could. We could ممكننا أن we could go and have a pair somewhere downtown. يمكننا أن نذهب ونأخذ إيه؟ مشروبا في منتصف المدينة أو وسط البلد. أو we could go to the cinema. We could go to the cinema. يمكننا أن نذهب إلى السينما. We could play football. We could watch a film. اقتراح. Let's بقى بيجي برضو بعدها الفعل في المصدر. معناها هيا بنا. هيا بنا. Let's dance. هيا بنا نرقص أو فلنرقص. Let's listen to music. فلنستمع للموسيقى. أو هيا نستمع لإيه؟ الموسيقى. في بقى let me. دعني أو اسمح لي. دعني أن help you أساعدك. دعني أن أساعدك. برضه عليه اقتراح إيه؟ إن أنا أساعده. أوكي؟ Shall we؟ Shall we برضه معناها هل أنا أن؟ هل أنا أن؟ Shall we throw a party؟ هل لنا أن نقيم حفلة؟ Sometimes. Sometime next week. في وقت الأسبوع اللي جاي. نعمل حفلة الأسبوع اللي جاي. Shall we go to the cinema? Shall we go to the cinema? هل لنا أن نذهب إلى السينما؟ Shouldn't we have a pizza instead? في بقى shouldn't we? Shouldn't we? هل يجب علينا أن have a pizza instead؟ أن نأخذ إيه؟ نتناول البيتزا بدلا من ذلك. Shouldn't we go to the cinema instead؟ مش نروح السينما زي بقول كده إيه؟ مش نروح السينما أحسن؟ مجرد إيه؟ اقتراح. في بقى why don't we؟ why don't we؟ ماشي أنا هكتبها على الوايت بورد. Why don't we? وبرضه بيجي بعدها الانفينيتيف المصدر زي مثلا ايه Why don't we? Why don't we go to the club? لما لا نذهب إلى النادي؟ اقتراح. Okay. A simple infinitive. المصدر البسيط اللي هو ال present. في بقى what about أو how about؟ سواء استخدم what أو how. What about أو how about واللي بيجي بعدها الجيرند الفعل وبضيف له ايه ing اوكي بستخدم how أو what الاتنين صح What about على خير نشوفكم إن شاء الله على خير بكرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.